صراطا مستقيما. الحمد لله رب العالمين، فضل الله تعالى فكرنا في مشروع تحفيز القرآن في فترة إن إحنا نازحين واستغلال للوقت ونسي الأطفال والبنات الخوف والرعب اللي كانوا في وجوههم. بفضل الله تعالى فتحنا مركز إيواء، فتحوا لنا مصلى للأخوات، وعندنا 6 حلقات تحفيظ الحمد لله رب العالمين، وعندنا نساء 80 امرأة تحفظ القرآن غير المقرأتين عندنا في المدرسة. بفضل الله تعالى بمساعدة الإخوة والأخوات ومشاركة البنات بدأنا في التحفيظ مرحلة شوي شوي. لما كبر المشروع الحمد لله رب العالمين بفضل الله اليوم عندنا 52 طفل وبنت وولد وأولاد تخرجوا حافظين جزء عنا الفترة هذه، نسيناهم الخوف ونسيناهم الرعب وظلوا في التحفيظ الحمد لله رب العالمين. نتمنى من الله عز وجل أن ربنا يعيد علينا رمضان والأخوة والأخوات كلهم مكرمين في بيوتهم راجعين سالمين غانمين إن شاء الله.